تضم ولاية عين تيموشنت 231 ابتدائية، 74 متوسطة، و 31 ثانوية، تم تجهيزها بشكل كامل تحسبا للدخول المدرسي المقبل. كنا حددنا اهداف مسطره من بينها اولا ضروره استلام خمس مؤسسات المستوى الابتدائي للمساهمه في نقص الاكتظاظ على مستوى الولايه، كذلك بالنسبه للتعليم المتوسط كنا سطرنا برنامج لاستلام خمس مؤسسات، رايح ان شاء الله نستلم منها مؤسستين او ثلاثه كاقصى تقدير بالنسبه للمو... مع بدايه الموسم الدراسي والبقيه قبل نهاية السنة بالنسبة للتعليم الثانوي اللي يشهد كذلك ما يكفيش اكتظاظ كبير ولكن كنا كذلك سجلنا في برنامج اللي يقدر ب على الاقل مؤسستين تربويتين وين واحده تم استلامها حاليا وراهي في طور تسجيل تبقى مؤسسه اخرى كذلك في الايام القليله القادمه مديريه التربيه من جهتها وبفضل سياسه الرقمنه المعتمده في القطاع جاهزه لتاطير التلاميذ والاساتذه والاداريين بشكل محكم تم التكفل بأساتذة الخريجي المدرسة العليا في ولاية عين تموشنات كانت 23 أستاذ خريجي مدرسة العليا الجديدة تم التكفل بهم وتم أيضا تحضير المناصب الشاغرة بالمرافقة لوزارة التربية الوطنية لاستعمال الأرضية الرقمية هذه السنة أيضا للتعاقد و اعطاء الفرصه للجميع وتكافؤ الفرص بالاضافه الى ذلك تم تجهيز المؤسسات الجديده التي تم استلامها بالاضافه الى اقسام التوسعه وتحضير كل الظروف اللازمه كما تم ايضا حركه الاساتذه ودخول ولايه اصبحت ايضا بطريقه رقميه يذكر ان القطاع استهلك 77 مليار سنتيم لترميم المدارس كما تم توفير 183 حافله نقل و150 مطعما مدرسيا كي يتم الدخول المدرسي في احسن الظروف